السؤال: هل دخول الجنة يكون بعمل الناس أم برحمة الله؟ دخول الجنة يكون بالعمل ويكون برحمة الله. العمل سبب ورحمة الله هي الثمن. فيدخل الجنة ما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، وأعمالنا ليست ثمنا للجنة، يعني أعمالنا لا تساوي دخول الجنة ولكنها سبب لدخول الجنة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي أن يكون عمله ثمنا للجنة، ليس ثمنا للجنة ولكن بسبب عمله. نعم، الأعمال أسباب لدخول الجنة. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته.